قالت لك مات يا خويا. اربعي يا بنتي، ربي يصبركم وتهلاي في خواتاتك. سمعتي، هاني مروحه انا والعانس، وكاش ما احتجتيني دزيلي. هاي ربي يصبركم يعطيكم الصبر ان شاء الله. كثر خيركم، الله يبارك لك.
قطعوني قطعوا جرتي الفرايه مختها خرج مشي المصايب روحوا عشيو رجالتكم مالين الدار يا مالين الدار كراتي وركر يا مايده يا ولا مازال يدير رجل سبون عشان سبون عشان سبون عشان عندك الحق كديت منكم مسكينه مايده حتى هي واقيلا عقلها زطار على مايده من حقها تبص منها راحوا ما دفنتوش وزادت العزيزه عليها وعلينا الكل يا زول هيا هيا اختي هيا يا ربي واش هاد الواد شكون يقول فاطمة ترحل يا لالا اختي مريم لالا يا هذه الدنيا اي الحمد لله خلت ربعية كبيرة تطلب لولايات صغار وين تروحي وين وقعدي وراكي رايحه قعدي يا بنتي يا بنتي قلتي زليخه هذه ما ما عندي صغيره عادوا غنتني انا جنب على شهدي استغفري يا بنتي شهدي شهدي حاجه ربي ما عندنا ما نديرو حاجه ربي ما قدرتش راح تما وراح الى جاني صعيب هذا شبيه حاجه وين تخرجي من عندك وين تروحي يا بنتي قعدي هنا على ديري نفيت نخرج الحوش خرجي يا بنتي خرجي كيفاش مش هاي عيني عندك تروحي لبرا ما تخرجيش لبرا سوليخ خلي انا نعسم ردي بالك هني يعني روحي يا بنتي هيا بناتي فاتحة رحمكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انت وينو عيسى باهي عزيه الجمعة وسهلو عيسى راه في حالة ما تعجبش خليوه خليوه مسكين اوفت من هيك صح صح سي مسعود عندك الحق قدام الظهر لكم ان شاء الله ان شاء الله عدوي ما ينفيك يا
يا خويا عيسى انا على الشيطان هذا ما قدر ربي وش بك يا عيسى وش بك يا نوب نوب ما تقتلش عروك يا عيسى يا نوب نوب لا تفضل ما رحت لها نوض الروح وترتاح نوض نوض عيسى نوض راحت يا عزيز على أهل عيسى على أهل يا عيسى نوض نوض الروح ونوصلك حتى لدارك ما تروح حد بحد تروح والله ما نروح والله ما نرتاح حتى كي نوصلك لدارك مش بالدار مش كنت هذي تحبني أروح لها تحبني أروح للدار بس شوف فراشها وقلشها ونشم ريحتها وروح ترتاح يا لو كان في المراح مراح العافية والليل يخوف وهديث الوساعة والليل يضيق يا با يا ربي حزين الناس اللي حطوك راحوا على ولفي قاعد ترهيب كني بردي مكسر جناحي وقفل الباب حلو بالله شرع ستارو خلي الحراير يطلوا على اليتيم ماذا ترانو دار بعيد على الدار دار بعيد على الدار والعلم ولا بالنجيم كل غريب يروح حلم ماليه غير غريب الجبانة أمشي أربعية بنتي قدامي ولا الشيء يمشي وش بك يا بنتي أربعية يعني كي تخلي روحك للشر وتلحقي أمك يعني خير نلحقها نلحق نلحق أمه يا ربي يا ربي وش ندير مع الطفلة أربعية بنتي حتى أنا راهي أختي وحرقت قلبي يا أربعية بنتي يا بطي مغطي يا بطي مغطي متي وخليتي لي يا بطي مغطي يا بطي مغطي رجلك يمين وبنتك ربعية راح تضيع يا بطي مغطي خلاص اخذتي دوك يا بطي مغطي وجهك وجهك يا بطي مغطي يا بطي مغطي يا بطي خلاص وين انت شهدي شهدي وقدر غشام ما عيد صبر وقدر شهدي 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 الصغر انتي يا ندبي هذا واش يا الصغيرة تسكت في الكبيرة ولا كيفاه قدر غشمة إذا قدر غشمة يا انتم البنات وين وعيسى هاي عيسى هذيك وعند الفيراري يا مايدة بناتهم كانوا عند عدتهم وهذيك المغبونة يا رضعتوها ولا وشكون يرضعها مايدة قولي لي وشكون يرضعها يا يحبسونا على بالزولة هاي راح تزولي قاديك من الصباع ما ولاتش قالت نعوز على بالزول ورحت وما ولاتش كيفاه نديت درك انا معي ذا كيفاه يا ولاين يا طاح الليل خياني يا خياني يا معي ذا هاتي نديها لعروس الشياد يا قالوا لي عندها الله يبارك بزازلها مليانين حليب هاتي المغبونه هاي نسيت هذيك طلب ما عندها رحتني من بنته اصبر بناتي صبر 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 بناتي هات الله في دوعكم ربي الملا عليك خلاص خلاص هيا امشي قدامي انتي الولا ولا راني ما نهدرش معاك طول هيا امشي لا اله الا الله في الامان كل مهني
من هو الثاني؟ خوك رابح راه مقلق، هنيتو عليك. خويا رابح، قول لك مخوتي، وكان ما لقيتكمش، أدريت واش ندير. هذه هي الدنيا، يوم ليك يوم عليك، قداه وانت هاز على كتافك ومريح هنا. هكا، مسعود وزلمات، ما شفتوش كيروح. ما تقلقش روحك، حتى هو كان مقدر حالتك. ولا حالته هو شوية راحوا له سخطة تاع رجال سخطة. مسعود ما ينخافش عليه تاع الشدة والعزم. علاه لا المصايب كي تجي تجي مع بعضها، كركرت حتى حجر الواد. المهم المصاب خذتني معايدة مسكين، بعد ما عزيتهاش انت ما عشت هي اللي تعزيتها. هذه هي الكاتبة بابا. أنا مشيت الفراش. درك بنتي. عيسى، نوض تريح شوية. يكثر خيرك. روح. راك غلبان طايح. خذ رأيي بات هنا. البنات راهم قايمين بيهم لاباس عليهم. لازمني نروح نبات في الدار. تبغي فاطمة تغضب عليا. إيه. هيا نوصلك. تعب البريح. رجلي مانيش قادر نحطها فوق الرف، الكل طاحت في بير. حي تفضل. لا اله الا الله محمد رسول الله. خالتي عجينه كيفاش سميتو القماطه؟ هي سميناها كيما امك ربي يرحم، كانت شاتيه تسميها يا خي ربيع. اي هي ربيعه داتها معيده وما قلبتهاش. يا خي قلت انتي هترضع في دار شياد، صح تقلبها انت شميونا خالتي. يا خي القماط يرضع في كل وقت غرم الحقاي اللي غزوة الضبرة وغفينو. كيف هنت لها بها مع تسليت نشيات؟ ما ولاش أنا نقوم بها، راني نعرف ومعرفة نعلم الله يرحمها. شماي اللي صرايا تزايد عليك، يا ربي تلهاي بها هي وعيشو بيا. وبابا، وبابا شكون يقوم بيه؟ قوليلي شم شمي ميرتنا الطوطن وخان. مصر الخير عليكم. خير وعافية. ترايا كانت عند عمتها، دارت حالة بالبكاء حتى نجبناها. عيل داخل هي وعيشو بيا. نحط لك تاكله. كندا لا كندا. يا ربي ربي خليتيني يا ماما، خليتيني يا دايش.
خالتي عايدة مات. عيسى مالتو ماتت. احنا ما سمعناش يا خلايا واش هذا الوعد. انت كيفاه دير مع مولي العرس اللي حكمت عليهم العربون؟ والله غير ربي يهديك انت. عيسى في وعد ربي وانت تهضري لي على العرس. مساكم بالخير. واش هذا الكلام اللي جاني من شاكر؟ هاي عيسى مالتو ماتت. ربي يرحمها. وانا اقول واش هذا الغيبه ما شفناش. غد والله بعين نتاعها. وكيفاه انتم ما سمعتوا وانا الاخبار؟ اليوم برك وين جا محمد؟ كان هنا وراح. يا شاكر عملت مليح اللي جيتني لاكار. انا كنت ماشي لتونس. وانت دركا كيفاه دير؟ تسافر ولا تجي معنا غدوه للربعين؟ معلوم نجي معلوم، هذه ما فيهاش كلام. يا عيسى يا حبيبي يا عيسى، خوفي عليك خوفي عليك يا عيسى لا تريب. شاكر روح لدار الحاج فنان واحكي له واش كاين، قول له عندك مني على 10 ايام يتصرف فيها. الوقت نقول له يسخر العرس. ماشي احنا اللي ندبروا عليه يسخر العرس. قول له ما يعولش على عيسى، قولوا بالعرس، واحنا لو كان يحتاج لعيسى انا ما نجيوهش. ولو كان تطول حاله عيسى ما نخدموش. ما نخدموش والله ما يرتاح خويا عيسى، ما انا خادمينها. ها ورد له العربون بشويه. ما تحمقيش يا ساسيه، هادي خبزتنا. ولو كان نقول له يصبر علينا. مانيش خادمه، وين علبوها خبزه هذا عيسى؟ يرد عليك يا عيسى خويا يا الحنين، عمره ما خلى حد يبات غيدان ولا مغير، عمره ما جه جيعان وما وكلوش. ياما من ولاية كيف ندلهم قيمة ودلهم خدمة رفدنا. ودرك هاد الحيط العالي الصحيح خليوه يريب. يا شو مالك يا عيسى خويا؟ يا شاكر روح دير واش خالك الكروح. مالي عندك الحق أساسية، قد ما ندير ما نخلف شي خير. عيسى نحط لك قهوة. ماذا بك؟ يعني حساسية. هذه هي. هذه هي حشيشة الصبر. وين لقيتها؟ مستغان. لويزا نجيبوا لك قهوة. لا لا ما كان لا. ما لا تريح تغدى معنا. يكثر خيرك، يعطيك الصحة. يعطيك الصحة، صرت حتى مصغاني. أنا جا خويا عيسى. نروح لثلث الخالي ونقول قليل. كثر خير الشيخ حمادة وناسه. قلبوا الدنيا باش جابوها. والشيخ حمادة واش حواله؟ لاباس. هنا موالفين بالمر والصبر. زي آخر. وحتى هذه معروفة. شربت له المر والصبر لا بينساها. من بعد فكرت في حشيشة الصبر اللي موجودة في الغرب مقطوعة، والله يدفع فيها الشيخ حمادة عجل يكثر خيره. هادو من الرجالة عند شدة تلقاهم. ناس الغرب يهزوا فوق كتافهم ويقولوا قليل. قال لي الشيخ حمادة هذه الأيام تيجي يزور خويا عيسى. اليوم الربعين يا عجبة، هو مازال الدموع يجرحوا عينيه والخروج حارم عليه. أنا ظنيت الناس اللي مازالوا يلحقوا يعزيوه هو ما سببه. يعني كيجيو يفكروا فيها؟ ما ظنيتش. عيسى من روحه يطول با ينسى بتعمه. يعني صح ينساها نجي لاخويا. يا ما ناس راح لهم العزيز كيفو، بصح تطول ولا تقصر الحالة ونساه. عيسى طولت حالته، راه مخوفني. ما تخافش كاين ربي. أعطيلو هذه يشربها وربي يكون في العون. آمين يا رب العالمين. خويا عيسى قلبه رهيف بزاف بزاف، وبنت عمه نص منه وكي راحت راح نص والباقي راهو يذوب. ربي يرحم فاطمة ولد مأم. سبحان الله العظيم تدلك كيما امها.
قربوا تفضلوا. قربوا قربوا. مرحبا بكم. قربوا. جوزو جوزو. قربوا قربوا. تفضلوا. مرحبا مرحبا. قربوا. جوزو جوزو. قربوا. هذا وعمي رابحهم أهلس برانية. وش من خيورات جابوها؟ جوزو. صحيت صحيت. يا ربي وتكل عليك. خويا عيسى هادو حبابك جاو يزوروك. حبيبي حبيبي عيسى ربي ربي عدى ما اجرك. ريح ريح حبيبي ريح. يا اخويا عيسى يا اخويا عيسى الله يعطيك الصبر. سلام راسك. سلام راسك. سلامت راسك. سلام يا ميزة. ريح ريح. يا من الدار واش ما عيدة هي تو من اش طما بين حبست ونزل منها محمد ولد مقران يا سيدي سعيد من عيسى. إيه ما يكونش هذاك هارون الحوزية؟ أما عيدة تعرفيه ما؟ نعرفه إيه أما هذيك المرة اللي معاه إيه ما تكون غير هذيك اللي اسمها أساسية أنا نعرفها إش تخطر وين هو يسلم عليهم؟ عدت عدت أما عيدة عدت هم اللي هي في دار عيسى عدت. إيه عدت عدت. إيه هيا هزوا هزوا قضي أنا هذا ندخلو. يا هذا انت يا أساسية قربي ربي يا بنتي قربي. سلامتكم معي أم محمد ابني شرك ابني. خير خير قرب هارون قرب. مرحبا. ربي يسلمك سمك. أربعية خلي خلي العجين لخالتك روحي عقب عند مسعودة قولها تجي تعاوننا في العشاء على بالي الليلة جينا غشي كبير لا غاد العام وتلاغيخش ما نروحش أنا ها خالتي نعيطوا النوارة ومرت عمي النوارة خير خلينا من هذوك. يا طفلة يا طفلة خلينا من الحقيب على تحقدي عليهم. يا شومي ما غف لا تحقدي على مسعودة وبنت عمها لا وما يقتلكم وكا على بالي حاج ربي يا خالتي بصح هذوك بالذات ما شتيهمش يعاونونا. هربعي يا بنتي هربعي هذوك مراهم جيراننا وناس دوارنا ووقت الشده ما نلقاو غير بعضنا نوضي تنظف حلا روحي ها روحي وفرني انت قلبك ميت اه شتي صحه اللي توجهها ايوا شومي ايه قلبك ميت نسيتي واش كانوا دايرين فيك وفين ماي عاير ما نروحش قري ما علم ما نسيتش صح كنا نداق ونتشابكو بصح هذاك شي يولي مشي يا اخرى طفله واش بيك ما لازمش نحقدو. عندك الحق زوريخ اختي يا حسابهم واش غلطهم فاطمه خسر ربي يرحمها يا يعاونونا وقفوا معانا يا يبكاو بكاو نوضي نوضي يا الفحنة نوضي خلي رحمه ربي تسكن قلبك مازلتي صغيره نوضي. هاك هذا دواء جابولك محمد روح اليوم الصباح او بعد يجيك. علاه يشكي الروح ونطر في الدنيا علاه مانيش مريض. وانت واش خسرت لو كان تشربها والله هي المسكين اللي شقى على جرح حتى المستغل. ها عيسى على الشيطان اني انا اللي دزيت ويحوس على هذه حشيشة الصبر جربها بني جربها. صح يقولوا عليها حشيشة الصبر جربها عيسى خويا ربي عايشك بالك شربي عينك انت رابح. روح قولهم يديروا لنا قهوه. روح ربعيه ربعيه واش عمي طيب القهوه رضيات اللي يضرك نرجع ما عليه. شتي يا اساسيه بنتي جيتي تشوفي اخوك عيسى؟ واه خويا عيسى كل شيء هذا يصرى لك وحنا ما على بالناش مكتوب ربي
ضربة هذه ما كنتش نستنى فيها. يا عيسى يا خويا درك انت كيفاش راك تحس في روحك؟ راني مليح. اواه ما راكش مليح، فيق روحك نوض، ما تقعدش هكا والحزن يقتلك. يا عينا فيها بنتي، عينا فيها. ايه ما كانش فايده كيما درنا معاه، ما كانش فايده. شده وتعقب ان شاء الله. انتم لا ما ديتوش للطبيب؟ عينا فيه وما بغاش. كثر خيرك اختي ساسيه، راني نحس بروحي مليح، ما عندي حتى مرض. شوفي كي تبغدد عليا وتهز عليا في كتافها. اليوم نوضه نكسر لك كرايمك، احكميني على الجيه. اقعدي بنت. اختي والله يا قلت لك اختي انا واش مخوفني؟ هاي مخوفني عيسى هذاك، يا حالته ما تعجبش طول. يا اختي يا اختي حتى انتم هضروا معاه عقلو، هذه حاجه ربي. يا غلبنا معاه وغلبوا الناس معاه، على خير هو يعني. صح، ماشي غير هو اللي نضر، كل نعزو فاطمه. الله يرحمك يا فاطمه. بصح مهما يكون هو نضر كثر منا. اي راهي مرته بعزها ياسر، كانت قريبه لي بزاف. ربي يرحمها فاطمه ولد مأمون. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا ربي يا ربي وشافيه الولاد توباك يا ربي. انا والله ما كنت ضال نلقاك في حاله كيما هذه. لو كنت تشوف طبيب بالك عندك مرض وما راك جايب له خبر. يا مرض وعارفينه سقسيني انا نقول لك ضرة وهنا. عندك الصبر خالتي، عايدة على ابنك. صابرين يا بنتي. الحمد لله صابرين صابرين الحمد لله الحمد لله. يا وانا اللي مطيح مني النص. النعمة ما تخشش كرش وطول. يا عيسى يا حبيبي وتقول لي ما رانيش مريض؟ ما قدرت شهر حبيبي. لا لا لا، إذا تبقى هكذا ما تاكلش ما تشربش ما تخرجش ما تبدلش تشوف، تبقى مريض يا حبيبي تبقى مريض. صح، وخرج شوية نحي على خاطرك. الناس بكل يحبوك ويبكوا معاك، بصح محتاجينك، محتاجينك ولادك احبابك ناسك. حرام تدير في روحك هكذا يا خويا عيسى. لا شوم يشوف لهذ الوجوه العزاز، لا راهم يحبوا فيك. ينور بركه ما راك بارك. اسمحي لي يا بايد العزاء ما جيتش عزيتك. هاك مسامح ابني، هاك مسامح طول العمر. يعني انت اللي درت فيا المكره ولا؟ يعني نعرف معزة ابني معمر في قلبك نعرفها. بركة كل ما تتلاقيني هكا تطلب السماحة. شومي راني فضيت. هو قيلة نحرشوا عليه خالتي عيدة تنوضوا. اي والله والله كون ما كونش هنا غير نسمعوا هضرات شوف يصرفقوا وذنه منها. الله هذا اما ايسا وسال عليك بزاف بزاف منوره في الصيف. يسال عليه الخير والعافيه. ماشي غير هو، جميع من سمع يسال عليك، حتى هذوك زوج خاوه اللي مناسبين حدا ودت لهم عرس طهاره. ناس تعجود وكرم. اسمع انت الفن راه محتاجك، لو كان تنضت راس ماشي تنسى ان شاء الله. اي نقول لكم انا دوك نوض ندير له هذيك الشيشه الصغيره يشربها. اتر يعني رايك والله نشربها. اهداني يا خياني يا خياني. يعطيها الصحه. والله ما قلنا عليها تعيش بعد موت بنها العمر الله يرحمه ويوسع عليه. الله يرحمه. ما عيد عندها القوه، ربي يزيدها ان شاء الله. امين. ساسيه واش حوال الخدمه؟ لاباس اخويا. محمد انا رحت فرحت من قوده. رحت عمي عيسى وتفاهمت انا وياه نسخروا شويه العرس. علاه تسخروه؟ وش كاين ساسيه؟
ها حد شي؟ بلاك تكوني وقفتي في طريقهم. انا يا وبيه انت، والله غير ربي يهديك يا عيسى خويا. انت القلب راهي مجروحه، تنوض ان شاء الله بخير ونديروا له عرسو. يا محمد ولدي ما لازمش، الا كان على جالي انا الضر كنوض، المهم فرح الطفله مسكينه بعرسها. ان شاء الله ان شاء الله. صحتي يا رب. الله يبارك فيك. هاي النوض هنايا، درك تشرب القهوة وتاكل. لازم.